السلامة، مرحبا بكم في الحلقة الثالثة من نمرة تمنى البودكاست. يحضر معكم وسيم حميدي من إذاعة مندرا اف ام، رانيا بن نور من إذاعة نفزاو اف ام، أمين حمروني من إذاعة أمين حمروني اف ام. باش نحكي معكم اليوم في يوميات التلميذ والطالب التونسي. الموضوع هذايا بتحكي عليه في زوز إذاعات من الإذاعات اللي موجودين في شراكة مع دارة مناظرة في برنامج أو في إطار برنامج أمور تمنى، اللي هما سيليو ما فهم ودري ما فهم. هما حكيوا على زوز نقاط، حكيوا على النقل المدرسي، وحكيوا في الأرياف، وحكيوا على الانقطاع المبكر على الدراسة. ما احنا باش نزوكم الموضوع آخر ربما متوسع أكثر، اللي هو يوميات الطلبة والتلامذة. دونك باش ننطلقوا مع الفرق ما بين العودة الجامعية والعودة المدرسية. شنو رأيك أمين؟ أنا رأيي الفرق الأولاني ساعي اللي لاحظته أنه العودة في المدرسة أو الكوليج والليسي دي معنا لو 14 سبتمبر، لكن في الفاكولتي لازم تمشي لو 14 باش تعرف وقتاش ترجع تقرا اوفيسيلمون. انا عكسك، نرجع لو 1 سبتمبر مسكين. انا التو مزيت ما نعرفش وقتاش نرجع، نورمالمون جمعه جايه ما منش ماشي ذا، لان نرجع لو 1 سبتمبر هذيك على الاوراق، ما فعليا نرجع في اول اكتوبر. دونك انا بقول ماما مزيت ما بديش برشا اركف مع بيت ما تعرفش في سبتمبر اصلا ترجع في اكتوبر، معناها خاطر سبتمبر شهر البدايات معنا نحن في تونس. لا لا ما فماش بدايات وديما ما فماش بروفيت في سبتمبر، فما فرق امين كنت نجم تحكي لنا عليه انت بالذات تسكن بحدا الفاك. اي انا رونتري جيني ما نمشيش قريب يجيوني انا بروفي يسكن بحدنا ديجا كاين نجم في الدار غير من قد ماشي الفاك. انا عكسك جمله، انا اللي ساكن بحدا الدار والفاك ياسر بعيده، دونك عندي ساعه ونص ساعتين باش نوصل الفاك، دونك نتازم شويه كي تجي العوده للجامعيه. الحقيقه انا بالعكس كل ما نكبر كل ما زيد نقرب للفاكولتي، كل ما نقرب للبلاصه اللي نقرا فيها. ديجا انتم مسلكينها معناتها مع بيت تاخذ فويه، هذه ديجا فرق اخر بين العوده المدرسيه والعوده الجامعيه. فما انسكريبسيون في الفويه، فما اوراق تتحضر ومعمعة وبلديه وبوسطه وبرشا فازات. ونجم نقولوا هذا معناه يمثل الحكايه، معناها عراقيل كبيره بالنسبه للطالب، على خاطر الليسي كان بحذانا، المدرسه كانت بحذانا، والفاك احنا نمشوا لها واحنا اللي نتنقلوا باش نوصلوها. لكن نظن انك تعيش بعيد على العائله وكل شيء وتقرا في بلاصه بعيده ساعات نجم تزيدك برشا حاجات معنا. وذول هذه اهم حاجه في الفرق ما بين العوده المدرسيه والعوده الجامعيه، خاطر جينيرالمون اللي يقراو في المدرسه يسكنوا في يروحوا للديارهم، معناها قليل اللي فما يسكنوا في المبيت وغيرهم، ولكن في الجامعه المساله تولي يظلي اكثر، تولي عندك أكثر مسؤوليه اكثر. هذه الحاجه اللي حتى في صحابي واحد يكون انديبوندون على اهله بيان سور، وزاد نجم يكون فري اكثر معنا، تولي عندي صحاب يخرج وقت ما يحب كل شيء. فيكم شكون جرب الفويي؟ ياسر معاك رانيا بن نور جربت الفويي. احكي لنا رانيا على التجربه. والله تجربه الفويي دوزون، بحكم احنا البنات معناها عندنا الحق في دوزون في الفويي، وتروازيام اني ما خديتش بحكم اسعاف سكن، اما حبيت نجرب زاد تجربه الكريدار. كانت في جيبس تجربه عالميه بصراحه، خاطر غاديك الفويي كانوا برشا انشطه يتعملوا في وسط الفويي، كانوا برشا عملت علاقات مع الاداره، عملت علاقات مع ديوان الخدمات الجامعيه بالجنوب، بحكم برشا يعني مشاكل تصير في الفويي وكل. دونك تجربه محلاها على الاخر تفاصيلها الكل. يعني انا بلوس مو حبيت نعيش هالتجربه هذه، خاطر الفويي بحذانا، فهمت مليانه صغير ديما نرى بحذانا فويي وكل شيء، دونك حبيت قلت علاش ليه ما نكبرش ونقرا في بلاصه بعيده وكل شيء، ونقرا في نسكن في فوايه فهمت مع اصحابي وكذا وكذا. في الاخر طلعت نقرا بحد الدار. انا عشتها الحقيقه من مده قصيره برشا، عملت فوايس كنت 4 ايام الحقيقه ما نجمش نتوق معناها ليه مطيت نتاع الصباح يبدا شكون يطبل عليك من فوق البيبان يدقوا في البيبان ويكسروا في هذيك الفازوين هذيك المتعه والماكله وتصلح وجهك وحدك، وما كل الحقيقه ما نجمش نستانس بهم. دونك رتيت الحكايه وليت نمشي ونجي في الترونسبور. هذيك اظن المرحله انك تولي تغسل وحدك وتنظف وحدك وتاكل واحد وكل شيء، هذيك تعاونك في الفيتور. فما حاجه اخرى انا ما نجمش نتحملها، اللي هو اكثر حاجه خلتني من عمل شوفي انه ما فهمش ويفي غاديك الحق ما نجمش نعيش، انا انسان يعرفوني ما نجمش نعيش من غير كونيكسيون. اما وسيم راه جايه الحكايه انك باش تغسل وحدك وباش تعمل كل شيء وحدك، دونك انديبوندون نغسل وحدي نعمل كل شيء وحدي، اما لازم يبدا فما ويفي في الدار ما نجمش نعيش في الفوي. في الفوي ما فماش، احنا ظهر لي فوالي بحدنا فاوي في احنا عيشة دمار غادي حسين. حتى كان فما وفين نظن تكون كسحة شوية معنا، مايش بتكون طيارة بارشة فهمت. كتجربة أولى نتصور أي عندي أصحابي أنا عاملين فويي، وأصحابي اللي كريو بالحق يصير لك شونجمون راديكال في حياتك،
يعني تولي بالحق يعني فما الناس ممكن يروها سهله الحكي تغسل وحدك وطيب وحدك تعمل كل شيء وحدك مي ريالمون اذا كنت عايشها مش سهله جمله الحكي وهي سادي بوان وسيم قبل ما يمشي الفويه وبعد ما يمشي الفويه خاطر العبد ما كانش حيعمل حتى شيء في دارهم ويمشي الفويه يعمل حكايه هذيك باش بينصب باش تكون صعيبه اما الويفي راهي مش ديما حاجه خايبه انك تبعد على الويفي وكل شيء ساعات كي تنحالك الويفي تولي تنجمي تمشي تدخل في تجارب اخرى تعرف على اكثر عباد تحكي اكثر مع العباد وبيان سور كي تحكي مع انسان في الفويه نتاعك خير ملي تقعد تحكي في فيسبوك ولا انستغرام ولا فازك من هكا نجمو نعملوهم باراليل انت تو حكيت على نقطه مهمه يفضل لازمنا نحكيو فيها اللي هما التجارب اللي نجمو نعيشوهم في الفاك وفي خلينا نسميوها في المحيط الجامعي او في دونك نخرجوا شويه من الفيلم اذا كنت تحكي لنا انت مين يقول لي تقرا هكا نقرا سينما سينما دونك عندك جوك الخاص يدور في الفاك بلاي نحب نقول للعباد اللي سينما ماهوش تمثيل انا ما نطلعش ممثل معناها نهار اخر وما نطلعش نجم نقرا ايماج نقرا صون نقرا مونتاج نقرا برشا حاجات فهمت وكوتي معني حيت جامعي وكل شيء سينما تخليني برسمي تعرف على برشا عباد على خاطر حاجه تمارس اون جروب معني بيان سور تنجم تعمل فيلم وحدك فهمت دونك تعرف على برشا عباد نحكي مع برشا عباد نتعرف على برشا حاجات ولا نظن حاجه تعاون في الحياه حاجه باهي على الاخر انه يكون فرق بين طالب يمشي يقرا ويروح وفرق بين طالب يمشي يقرا ويزيد معاها بلوس معناها ينجم ما نعرفش يدخل في كلوب يدخل في جمعيات يدخل في يطور من روحه ويعمل موتيفاسيون يتخليه ما يسيبش قرايته وميمطون يربح حاجه اخرى معناها هكا ولا صحيح صحيح وباش ناكد على كلامك بون انا نقرا في الانسات هذول اسم الانسات الكل انسات يقول دي كلوب يقول دي زيفينمون يقول حياه جامعيه الحقيقه انا مانيش ان برشا في الحياه الجامعيه هذيك انا مانيش ياسر ننشط في الكلوب في الكلوب نتاع الانسات ما نشطش ولكن ننشط في اطر اخرى يظل لي اطر نتاع نشاط سياسي ومدني يظل لي خارج الكلوب نتاع الانسات ولهنا خلينا نبقاو في نقطه مهمه اللي هو مختلف الانشطه اللي نعملوها كسوا انت تقرا في السينما ولا اللي يقرا ما نعرفش انا في سيكل انجينير ولا كل اختصاصات الكل في الـ في الـ في الـ في المؤسسات الجامعيه الكل فما مساله مهمه اللي هي تنظيم الوقت اكيد كيفاش ننجحوا في انه نسق ما بين قرايتنا وما بين نشاطنا في ما نعرفش في المجتمع المدني السياسي وغيره وما بين حتى الهوايه نتاعي انا مثلا اللي يحب يعمل سبور اللي يحب يعمل تياتر انت تعمل سينما مين دونك اذا ما نقول كيفاش نجموا نسق ما بيناتنا كيفاش نجموا ننظموا وقتنا مين انا من الاول اخترت اني نقرا بحد الدار بالعاني باش نكون معناها باش نجم نعمل فيديوهات وكل شيء من الدار وكل شيء واخترت السينما على خاطر السينما تعطيني اسباس باش نعمل الحاجات اللي انا نحبهم ابار بيان سور القرايه الحقيقه الامبلوا نتاعنا ماهوش معبي برشا دونك دوما ناخذ الامبلوا نشوف الاوقات اللي نجم نصور فيهم نجم نعمل فيهم الحاجات اللي نحب عليهم وبيان سور ابار الاوقات هذوكم عندي الويكاند اللي نجم نقعد فيه في الدار معناها خير ملي نخرج وكل شيء عندي سؤال مين سامحني معناها طب انا نقرا سيكل انجينير وراني نورمال ما تقرا سيكل انجينير كي تروح للدار عندك دي زيكزيرسيس وتدي تخدمه كيفاش تقراها وفسر لي كيفاش ساعدتك الحكايه يوتيوب وزرديت السينما عندك تي بي وتدي كيف نحن معناها ولا عندنا تي بي عندنا تي دي عندنا اي جي بيس نتفليكس عندنا برشا تدي كيفاش تخدمه ما فهمتش تدي عندنا تدي نتاعك كيفاش فسر لنا مين نحب نعرف اكزرسيسات عندنا الاكثريه اليانات فهمت كل شيء باليانات كل شيء بالميل يقولوا لنا تفرجوا على الفيلم الفلاني تفرجوا على الفيلم الفلاني وبيان سور من بعد تعمل الاناليز نتاعك والا ساعات بون ما هي ديما حاجه بهي تظهر حاجه مش نورمال ان تحس حكي غرام والا لازمها ساعات غرام ساعات خطر ساعات تحس روحك اوبليجي انك تتفرج على حاجه ما تحبش تتفرج عليها فهمت دونك ما هيش ديما حاجه واو برشا حكينا على الغرام مين توا نقدم على الغرام القرايه اللي تقراو فيها وانا معاكم عملتوها بغرام ولا جيت بتيتر بار اوبليغاسيون ولا نوت كذاك وين وصلك ولا معناتي كي تواجهت عملت سينما كنت عن قناعه ولا سكورك وصلك لهذاك؟ كنت عن قناعه وعن غرام على الاخر زاد بيان سور انا ننصح العباد انه يتابعوا غرامهم لكن بون مش معناها كي تبدا عندك ثقه في روحك انك في الدومين هذاك تنجم توصل وتعمل حاجه باهية ماذا بيك ديما تبع غرامك. ساعات في توجيه انا بالنسبه لي 50 من 50 من يعني تبع غرامك اما في نفس الوقت لازمها تكون يعني اين في الدومين هذاك معناها ينجم يوصلك من بعد مش تبقى مكتفي ديك نمشي نقرا دونس ولا نعرف شنو وبعد نبقى مكتفي ديك نجي ما نعمل معناها. انا نظن اي انسان في كلكو سوا الدومين اللي تختاره اذا كنت تقرا على روحك وعندك ثقه في روحك وكل شيء كل شيء تنجم توصل معناها. صحيح وبارفوا ما تختارش طبعا انا شخصيا مثلا ما اخترتش الدومين الحقيقه كيما اي واحد يقرا باكسيون يجيب مونسيون بيان على الاقل يطمح الميديسين معناها حاجه كلاسيك انا الحقيقه عمرت ميديسين ما خلات سيكل انجينيور ولكن خلات سيكل انجينيور اللي نسات ما كنتش نعرفها من الاول من بعد كي عرفتها وقريت فيها الحقيقه معناها ولات ياسر عن قناعه معناها نرجع بيا الزمان 4-5 سنين التالي باش نعمر الشوا نتاع الباك نعاود نعمر نفس الشوا اللي خديت دونك ساعات حاجات تختارهم لك الحياه ولكن يعجبوك وكونوا ممتعين.
احنا بدينا نرجعوا اوكي بالاوردر كرونولوجيك للتوجيه نتاع الباك. قبل من نوصلوا للتوجيه نتاع الباك، عام الباك كيفاش عديتوه؟ شنو هو سبيسيفيسيتي نتاع العام هذا؟ العام الباك بالنسبه لينا كان لي برسمي عام طويل على الاخر، على الاخر صاروا فيه برشا حاجات، شعري فيه طويل بالقديع على الاخر. كان شوف تصاوري هذه اهم حاجه، اي بلوز مو اهم حاجه يعني، كل ما نغزل روحي المرايه ونرى شعري نذكر عام الباك، فهمت؟ وكنت عدى عام باهي، برشا ديكسبيرونس صاروا فيه حاجات مزيانين، وبيان سور الحاجه الاهم حاجه المزيانه على الاخر انه في العام هذاك بنجاح، فهمت؟ الحق بالنسبه لي تعدت برشا تحديات قبل ما نوصل الباك. ساعه نحكي لكم شوي، عام التاسعه جبت وقتها قبل المناظره جبت اقل نوت في المات، ونحب المات نموت عليه، جبت 1 حصيله في المات، اما عديت التاسعه ونجحت وجبت في المات بي. ومن بعد كي وصلنا للباك في السيزيام اللي هي تقوى زي ما نيته، كيف كنت نحب برشا المات، لكن مانيش شكل واو في النوتات، معني ما عندي مشكله مع الدفورات. انا الحقيقه نبارتاجي معاك حكايه حب المات. انا باكسيونس كنت نحب المات برشا الحقيقه، انا معني الباك نتاعي جبته بارمونسيون وجيت لوليني في الليسيك، بالحق كنت فما فرحه كبيره ياسر. معني انا في اصل العام كنت جي الرابع الخامس في الكلاس نتاعي، بعد كي تجي لول في الليسيك كل ما نعرفش حتى كان بعد ما تنبيه حتى شيء، اما النشوه هذيك تبقى لك نوستالجي حاجه اكسيبسيونيل. هذيك نظن انها تعطيك الموتيفاسيون باش من بعد في الفاك تختار الحاجه اللي تحبها وتكمل، فهمت؟ تولي عندك اكثر ثقه في روحك ملي كنت قبل. حكيت حاصل ونكمل لكم حكيت الباك كيف وصلت عملت باك مات. معناه تصور انت عبد عنده مسيره هذيك في المات الكل، عبد كل بيهتك كيفاش تعدي مات وانت ماك جايبه، وتحديت ودخلت باك مات ونجحت الحمد لله يا ربي، وتعديت انفورماتيك دو جيستيون. يعني حكايه خاطيه جمله يعني، وما نقروش ديجا مات وقتها، مي من بعد حاصل ولازم اللي نحب نوصل من هذايا الكل من التجربه هذه، لازم فما تشالنج في حياتك، لازم فما بوت، صون بوت راك ما تنجم تعمل حتى شيء، يعني لازم قدامك حكايه توصل لها مهما كان، معني هذا هو حبيت ان هذاك علاش انا قلت اي دومين معناها تنجم تعمل وتوصل لك الحاجه بالرسمي طياره على الاخر. نبقاو في اللودر كرونولوجيك اللي مشينا بيه من قبل كبدينا نحكيو على الفاك وظروف الفاك باش من بعد مشينا للباك. خلينا نرجع شويه من السنه الاولى ابتدائي للتروازيام اني للباك، كيفاش تعديو؟ شنو الظروف؟ في اي اطار؟ في اي مليون تسعة عديتهم مين؟ عديتهم كيف بحذا الدار. انا بابا معلم، دونك قدي في مدرسه فيها بابا معلم. بربي جوست عندي سؤال، معناتها يميزوك على بقيه التلامذة ولا خاطر دي ما تصير؟ والله ساعات ساعات مره وقتها هزمنا كلاس كامل باش يضربنا المدير يا اخي، انا خليني الاخرين، فهمت؟ ضربهم الكل، كان انا قلي برا على روح ميسالش، فهمت؟ شفت خايبه هذه تبقى لي في قلبي. اما ليه ساعات زاد في المعاملات تراك فيش، معناتها نحب تكون يعاملني كيما الناس الكل، فهمت؟ ما نحبش نكون مثلا في الفازه هذيك كنت نتمنى انه عاد يضربني كيما الناس الكل. اي خاطر مع بعض اصحاب كيبداو يحكوا عليك ولا حكايه او يميز فيه. اي بون نبقاو في الحديث، في تاع الحديث على الليسي وعلى الكوليج وكل. انا جو فوا اللي معناتها اول نحت للشخصيه نتاعك يصير في الفتره هذيك، فتره الابتدائي والثانوي والاعدادي والثانوي، والمدرسه بيدها، المؤسسه بيدها، والمليون نتاعها ياثر فيك. مثلا انا شخصيا نعيش في حي شعبي في سيدي حسين، معناتها الانتوراج هذاك وسبيسيفيسيتي نتاع الانتوراج هذاك تاثر عليك كو سوا بالايجابي ولا بالسلبي. انت راني كيفاش اثرت عليك المساله نتاع معناتها المؤسسه اللي انت تقرا فيها والانتوراج نتاعها؟ والله مش بعيد، عدا 5 مينوت على الدار المدرسه فما حكايه بلي وسيم يوصلوا في اولادهم للمدرسه. اي عمري اول نهار ذي الساعه والناس الكل نافحه وتوصل في اهاليها، ما عمري وصلوني. علاش؟ خاطر مش حكايه، نحسها مش حكايه تستاهل انه تتعب امك ولا باباك باش يمشي يوصلك للمدرسه. يمكن خاطر انت قريبه من المدرسه، خاطر حنا شكون بعاد. لا والله بحذاي يوصلوا فيهم اكيد، اصلا انا ما نحبش، معناها شنو، ما نحس روحي كبرت سي بون دخلت للمدرسه، معناتها سيزون راه مش حكايه كبيره، لكن نحس روحي سي بون لازم نعمل على روحي وكل، وهذايا من بعد خلتني بالحق نتحمل. احنا خاطر اكزومبل في منوبه فما المترو فما الكار وكل شيء، برسمي فما حاجات يصيروا في المترو خايبين برشا، فما بركاجات، فما مشاكل، فما تسمع كلام خايب ساعات. ساعات برسمي يبدا بحذايا تلميذ صغير ويسمع حاجات خايبين، فهمت؟ تحس روحي كان جيت في بلاصتو باش تاثر به الكلام هذاك ويولي حاجه خايبه على الاخر. نقعدوا في الخايب، انا الحقيقه ما نحبش البوزيتيفيتي برشا، نبقاو في الخايب. في اطار حديثنا على الخايب، انا سالتكم سؤال من الاول في علاقه بالانتوراج اللي مثلا انا في حي شعبي، تعرفوا معناها الخاصيه نتاع الحياة الشعبيه انكم ربما نسبه الانقطاع الدراسي معناها كبيره برشا. انا يظهر لي الرقم، يظهر لي عندي صحيح، ما يظهر لي سيدي حسين في 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 تونس، دائره تونس 2 معناتها التابعه مدبه الجامعه، اكثر وحده في انقطاع مبكر عن الدراسه.
وهذا كي نقولوا انقطاع مبكر عن الدراسه بطبيعه عنده اثر مباشر على ارتفاع نسبه الجريمه، عنده اثر مباشر على انتشار المخدرات. مخدرات المخدرات اللي في المؤسسات التربويه. معناها نعطي ان اكزامبل، مثلا الكوليج نتاع سيدي حسين اللي هو في مركز سيدي حسين يجي وراء مركز الشرطه كريمه، معناها وراء مركز الشرطه وبجنبه دار ثقافه. دار ثقافه تحرقت في الثوره واللي توكر متاع فساد ومتاع مخدرات، وتصوروا انتم عندك كوليج وعندك وعندك وكر متاع مخدرات بجنبه بالضبط. معناها حقيقه مليون انا شخصيا ما قلتش فيه كل هذاك، ما الحقيقه مش شجعش على القرايه. وهذه حاجه من الحاجات اللي تخلي انسان يولي اوبليجي انه يوصل ولده. صحيح. على خاطر نوصل معاك وسيم في الحكايه هذه بالحق، حكايه المخدرات راهي افه كبيره على الاخر، خاصه في 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 المدرسه يعني، والكل نحكي على كوليج في قبلي زياده وسيم. فما شكون بعاد معنا كيما حكيت امين بكري، يجوا بالكار ويجوا بالترانسبور معناه، والكل كيف يوصلوا غاديكا، فما ساعات الفراغ ما يعدوهمش في الـ في الـ في الليسي. خطر عليش خطر عبيت تقرهم يخلوهمش في وسط الليسي، يقعدوا يخرجوا وين الليسي بحذا الشعلة اللي هي وسط البلاد، احنا بحذا وسط البلاد بالضبط، والعبيت تمشي وتجي كبار صغار معناه برشا حاجات. فما بلاصة كيف ما قلت وسيم يعني يتعاطوا فيها ويعمل فيها كل شيء، ولا حكاية جراف على الاخر في اعمارهم هم معناه. انا في الكوليج نذكر وقت قريت بيلوت كان فما بيرمانونس، وقت اللي ما تقراش فواز ما تقعد في الكور ولا تخرج برا يزوك البرمانونس تقعد غادي ساعتين ثلاثة سوايع حتى أربع سوايع وتروح. مانيش حاستك جملة عاد من بعد كي بديت نقرا في الليسي العادي ما فهمش برمانونس، كانت فما سال عادية لكن حتى سال هذيك ما يخلونيش نقعدوا فيها، فهمت؟ دونك تولي أوبليجي إنك تخرج تقعد في قهاوي، القهاوي فيهم برشا حاجات خايبه، في كلام خايب، في كلام وفيهم كل شيء، في دخان، في برشا فساد، فهمت؟ دونك حسيت نحس اللي بلايص الكل لازم يكون فيهم بيرمانونس. عندي سؤال، عندي سؤال نحب نلقى له اجابه. الناس اللي تعيش في الميليو الخايبين هكا، مثلا حكيت مثلا على حي شعبي معناها ربما حتى في بعض الوسائط المناطق الداخليه وغيره، عادي انهم يطلعوا معناها، ربما عادي انهم ينحرفوا ما يقراوش على الرواح ما يوصلوش، والا حتى في الظروف هذيك يلزمهم يقاوموا ويلزمهم معناتها يوصلوا للاخر وينجحوا في قرايتهم. حتى الحقيقه انتراج كيما هكا معناها تقرا في انتراج بحذا مخدرات والمكتب يبدا بعيد عليك، حسيت الظروف كلها مش مناسبه الحقيقه موضوعيا، مش مناسبه انك تقرا. ما اسكو معناتها يلزمك حتى في الظروف هذه يلزمك تقاوم وتنجح، والا عادي انك تسلم اكيد اكيد انا اظن باز لازمك تقاوم وتنجح على روحك، فهمتني؟ وتبع كان العبيد الباهين وكل شيء، وتبعد على الفساد على خاطر البي والخايب في كل بلاصه. اكيد بالنسبه لي زاد فما لازم فما رقابه أكيد. من الوالدين ومن من الاطر حتى في المدرسه معناها، والكل لازم فما مراقبه ليهم، وهذا مش معناها في حي شعبي لازم ينحرف ولا مراقبه زاد هي عاديه الحكايه ربش نكون واضحين، لكن لازم هي قاوم. هو مالوريزمون راني حكيت على المراقبه نتاع نتاع الاطار التربوي مالوريزمون مثلا كي تحكي، انا حكيت مع برشا مثلا مديرين نتاع المدارس يقول لك انا خارج الاسوار نتاع المؤسسه نتاعي ما عندي حتى مسؤوليه، معناتها ريت كان يرات معناتها كان يرى اكزامبل مثلا تلميذ قاعد يتبرك او اللي يتعاطى في المخدرات قدام المؤسسه نتاعو ما يكلموش. ساعات فما حد السيرفايون يقولوا التلاميذ يتعاركوا في الكور يقول لهم برا واخرجوا تعاركوا لبرا، معناتها حاجه برسمي جراف على الاخر، خاطر يخرجوا لبرا يولي ما عادش كوم كوا ما عادش في مسؤوليتهم، دونك اللي يصير له اي حاجه خايبه يولي ما نعرفش يجي شكون يهزه ولا يتصرف معنا برا. خلينا نرجع لتجربة الباك. أمين كنت نجم تحكي لنا وإلا كنت تعرف الحكاية مع الطفلة اللي ضيعوا لها دفوار الفرنسي واللي هي نجحت لو 21 سبتمبر هكا ولا شنو رأيك في الموضوع وشنو تعليق؟ والله الحقيقة حاجة جراف على الأخر، معني تصور أنت من العبيد نجحوا في جوان وأنت تقعد تستنى الأشهر هذم الكل، فأنت بيجيك ميساج فيها أدمي وتفرح، حاجة برسمي خايبة برشا. أكيد خايبة وسمحة هي، خطر ديجا قاعدة تستنى ثلاثة شهور معناها ضغط وكل، أما من بعد عبيد بدأت تقرأ وعبيد بدأت تسكن في الفوايش وش تعمل الله أعلم، يمكن تدخل العام الجاي تخسر عام يمكن. هذما من الحاجات الخايبين اللي حكينا عليهم اللي نجموا نعيشوهم في فترة التعليم الابتدائي والثانوي، من حاجات النيجاتيف. طيب حكينا مثلا على الانتراج متاع المؤسسات التربوية متاعنا، كيف حتى الظروف متاع الدراسة في المؤسسات هذه. طيب نرجع أنا نعود نحكي لينا في حي الشعبي، خاطر الحي الشعبي والمنطقة الداخلية عندها سبيسيفيسيتي حتى على مستوى البنية التحتية متاعها، أنا تدخل القسم الحقيقة ماهوش مؤهل وباش يقراو فيه تلامذة، حالة تعيسة تلقى سقف. فما اكزامبل نتاع مدرسة ابتدائية يظهر لي في الكرم عندها يامات الحكاية، السقف نتاع المدرسة طاح جزء منه على التلامذة، يظهر لي فما أربعة تلامذة تضروا معناتها جرحوا كريمون، فما يظهر لي تحت مدرسة ولا كوليج مدرسة اللي في بالي بيه أنا يظهر لي مدرسة ابتدائية معناها.
حاجه غراف راه في العاصمه هذه راه باش نحكيوا عليها في منطقه داخليه باش نقولوا ربما فمش ميزانيه ولا مش عارف شنيه ولا ليه في العاصمه يتصور معني عبد يقرا يطيح عليه قسم ولا حكايه شو يعمل يقرا في الدار ولا مفهمتش معناها كيفاش وقت اللي فما باركونتر فما دي كلاس تلقى فيهم سمارت بورد وكل شيء وين هذا في تونس اي كانت عندنا في الكوليج عندنا سير سير. سال طياره على الاخر فما سمارت بورد فما تابلو بالتكتيل فهمتني وترسم كل شيء اما احنا تقدروا معني كوليج بيلوت فيه بيرمانونس فيه كونتين فيه برش حاجات احنا نضلوا باش نجينا تابلو بالتبشير نضلوا عليه هذا نضرب عليه بالبونيه فهمتني بالحق ساعات تلقى تابلو بالتبشير مكسر معناها ما يلقاش الاستاذ كيفاش يكتب عليه ساعات تلقى فيه كور مكتوب عنده 3 سنين 4 سنين وما ينجمش تفسخه فهمت كل حد ومشاكله بي حكينا على البنيه التحتيه حكينا على ربما الانتوراج نتاع نتاع المدارس فما المشكله نتاع الاطار التربوي معناها كسوسوا في العدد ولا حتى في الكيف معناها هل في المدارس اللي قريتوا فيها تصير لكم ساعات مثلا مشكله نتاع ما فماش معلم ولا يخرج معلم يجيبوش معوض والا حاجه اخرى ساعات تلقى المعلم موجود ماهوش قاري كريم يما يغيب يما يجي ماهوش انتريسي ولا ما يعرفش يوصل المعلومه انا فاهم مشكله في العمليه التعلميه مش قاعده تصير كوم الفو احنا عندنا وسيم بروف مدني كان قرينا مدنيه قبل الكل جبت زبيت وما عمري ما قريت مدنيه يعني علاش خاطر حتى تقول كاو كان عندك زبيت سي بون معناها تتعدى وما عمري حاجه مدنيه حاجه باهيه في البلتان تاعك لكن لحياتك ماهيش حاجه باهيه جمله انا شخصيا معناتها تعديت في الباركور نتاعي بالانواع والاشكال الكل حقيقه قريت عند ساده محلاهم ديسيبليني يعملوا في مجهود معناتها اكسبسيونيل حقيقه فما واحده مثلا استاذه نتاع عربيه في الكوليج نجله تحيه كانت تسمع فيها مدام هند الطاغوتي بالحق هذه اكثر استاذه خلت عندي امبرانت في حياتي الكل معناها في الناس اللي تعلمت عندهم في المؤسسات التربويه وخارجها معناها كانت بخلاف حتى الدرس ما تعمل في درسها كوم الفو بخلاف كنت تعمل في برشا انشطه معناها تعمل في ديزيفينمون تجيب لنا في الموسيقى تسمع فينا في ام كلثوم من حببتني هي في ام كلثوم معناها كل قايلش ندخل ام كلثوم فما درس ولا تحكي على ام كلثوم مسيره ام كلثوم تخرج من الدرس تجيب لك مسجله تسمع ام كلثوم معناتها فما دي بيكون بسيطين ولكن هي بالحق كنت مثلا تعمل كوليكت يقعدوا تقعد ذكرهم حياتي كامله معناها كنت تعمل كوليكت باش تشري ريدوات للكلاس خاطر تدخل لنا شمس تقلقنا وقت اللي نقرا كل قايله دي مسؤوليه معناتها المدير والمدير معناتها كنت تعمل في برشا حاجات اضافيه مع عندها اللي بخلاف اني انا كنت تجمعني بها معناها علاقه ياسر قريبه كنت تحبني على الاخر نحبها على الاخر توا نحبها انا من بعد ما خرجت قرتني في الويتيام اني في النوفيام اني خرجت من معناها كملت الكوليج كملت الليسي كملت الفاك تو 4 سنين بعد رجعت لوجه عليه في فيسبوك ورجعت نحكي معها تو معناها وبعثت لها رساله شكر كي واعترفت لها بالجميل خاطر بالحق تستاهل هي كي تفرح برشا كي ترى تسمع شكون يحكي عليها هكا بيان سور وسيم على ذكر الاستاذ الحق نتفكر زيدا استاذ فيزيك الحق استاذ فيزيك مش عربيه مدام فاطمه بالغيث وقتها كيف خلت امبرانت في حياتي برشا لتو نتفكرها كيفاش تناضل بالحق عندها ظروف خايبه على الاخر في الدار وهي اللي قايمه بكل شيء بصغارها وبكل وفي نفس الوقت تعطي في كور انتريسون على الاخر عرفتك اللي ذبينا ما تدورش في الكلاس عرفت مش حكيت من نخافوا منها نصيح نخاف نقدروها ما نقدروها ونكونسنترو ومعناها صعيب راه وقتها الكور وقتها نقلوا تروازيم ولا حاسيلو ومتعدين باكمات معناها لازمنا وحببتنا في الفيزيك هي الحق من وقتها ونشوفك المسؤوليه كيفاش تحمل فيها ما بين الدار والقرايه معناها تقري فينا كوم الفو كل وفي نفس الوقت وقتها عندنا في الكوليج وسيم عندي كلوب حاجه ماهيش اعتياديه معناها ماهيش حاجه سهله والكل وقتها حلت هي كلوب نتاع متطوعين والكل ووقفت على راسها هي ومن بعد خلتنا احنا معناها وعلمتنا برشا حاجات يعطيها الصحه والله فما حاجه حكيت انت رينيا محلاها معناها مهمه ياسر ان نحكيوا فيها اللي هي المسألة متاع التربية المدنية خاطر هذه يظل تتكرر على مدى الأجيال وفي كل المناطق وعند الناس كل فما أنت حكيت فيها على التربية المدنية وكهو لكن نحب نطرح نقطة مهمة لهنا إنه فما برشا مواد نقراوهم في معناتها في خاصة في التعليم الابتدائي والثانوي التعليم الجامعي حاجة أخرى اللي ما نحسوش باليوتيليتي متاعها معناتها تقرا ماتير انت بينك وبين روحك تقرا فيها اكراها ما عنديش باش تقراها تقرا باش تجيب نوت اكاهو تجيب نوت لكن بعد في المستقبل تولي تغيظك فهمت تحس بالنقص هذاك تحس اللي كان قريت مثلا مدنيه كان ركزت في الكور نتاع المدنيه نتاع الدستور تولي برسم مش الناس الكل تغيظ من الحقيقه انت خاطر قريت لا مش نحكي على شخصي ما فما اللي ما با معناتها لا خاطر اكيد باش تحط نهار في النهار من نهارات فهمتني في
في ديبا ولا في فازة، فهمتني؟ حاجة تحس روحك ريتها قبل لكن ما ركتش فيها. الحق أمين حكاية المدنية ولا حتى ماتير أخرى، تول الانترنت ما خلتش معنا تنجم أنت تبحر وحدك في الانترنت وتعرف كل شيء، كسوة سياسيا اجتماعيا اقتصاديا تنجم تعرف كل شيء. كي تبدأ في فوايه ما في كيما جوست. أنا نعود نرجع للنقطة هذه، خطر نعتبروا أنه مثلا مواد العلوم الإنسانية، تاريخ، الجغرافيا، المدنية، التفكير الإسلامي، المواد هذه الكل ياسر مهمشة، ياسر ماشي لاقي حظها في كسوسوا في لي فوليوم اورير نتاع لي زامبلوا اللي تحطوا، ولا حتى في كيفيه التدريس بتاعهم. الحقيقه ما نعرفش انتم كيف ولا لا، بس اذا يتعطوا معاها تدخل عندك كراسه تملي منها يحفظ التلميذ، ومن بعد يوم الدفوار يا اما كانوا التلميذ نجيب يحفظ ويسب، كانوا مش نجيب يفسكي، معروفه هذه. انا كنت حابه بعطوا نرجع نحكي على الفسكي. من الحقيقة من قدش روحي هنا في الفوسكام أنا فسكيت قبل ولا؟ يعني كان فسكيت ويجي يجري كخطر الحقيقة مش برشا تلميذ نجيب. أنا مرة جربت في حياتي، ما أنا خدت الناس كلها فسكيت، مش أنا نحب نفسكي. وأنت رانيا فسكيت ولا؟ مرة الحق فما عنا بروف تاريخ جغرافي كما ذكرت، يدخل يقولنا هوجي للسيرفيون، عرفت يسكر الباب، ومن بعد كيف يمشي هو يقول هاي خذوا راحتكم نخرج الكراسة. أنا أظن الحاجة الباهية في الفاكولتي اللي ساعات فما تعدي دي زيكزامان يقول لك دوكيمونتوريزي، فهمت؟ دخل معك اوراق كيما تحب وحاول تفصي هذاك يجي صعيب ديجا تفوار وما تلقى. المشكله حتى كي نجبد الوراق وهو قال لي مسير الشجبد نقعد نحس روحي لينا نفسكي، فهمت؟ على ذكر الدوكيمونتوريزي بواضي تلقاه كان في الفاك معنا في الليسي الوحدي يظل لي انا ما عشتش موجوده ولا فهمت الجمله اي في الفاك. مره نعديو في ماتيريا ياسر صعيبه، ياسر معناها كيس حل حتى بدوكيمونتوريزي وتتازم وانت تعدي فيها، والبروف ما قالناش دوكيمونتوريزي ما جابوش لي دوكيمون، اصل احنا داخلين متازمين اللي محضر يجيبش خمسه سته سبعه واللي مش محضر ظاهر معناها مش باش يجي. دخلنا نلقاو دوكيمون اوتوريزي وحتى حد ما مدخل الدوكيمون بتاعه. الحقيقه ازمه نفسيه لطف بي. انا الحقيقه باش نبقى نحب ديما نحكي على المشاكل، خاطر مهم ياسر نحكي على المشاكل لعل وعسى نجم نشخصوها مليح وباش نلقاو الحلول نتاعها. ما بين المشاكل اللي ريتهم الحقيقه مش في العاصمه موجوده برشا، ريتها مثلا انا من ولايه سيليانا ونمشي لولايه سيليانا وفي منطقه ريفيه ونشوف المشاكل اللي عايشه في الارياف، فما زوز مشاكل كبرى. المشكله الاولى اللي هي مشكله نتاع النقل المدرسي، يعني اغلبيتهم يمشيوا اما بالكيران ولا فما النقل لك الكراهب الكبار هذيك اللي يزوا 8 بلايص هما اللي يزوم. فما مشكله كبيره غادي خاطر تعرفوا اللي مثلا في الشتاء تولي فما طبعي واللي فما برشا ما دونك ما نجموش يتنقلوا. وفما المشكله الثانيه اللي لازمنا نحكيوا فيها اللي هي مش موجوده زاده في المدينه موجوده في الريف، اللي هي نظام الفرق. معناها تلقى في كلاس المعلم جنرال في التعليم الابتدائي في الريف تلقى يقري سنه اولى وسنه ثانيه وسنه ثالثه في نفس الكلاس، ولا في نفس الكلاس مقسمين صف سنه اولى صف سنه ثانيه صف سنه ثالثه. معناها قبل ولا تو؟ الى يومنا هذا في الريف موجوده. كيفاش نجموا يركزوا معنا هي موجوده من قبل وتقال ديرنييرمون انها تنحات، ولكنها كريمه وانا ريت التون عين فيها مازالت موجوده في الارياف. معناها تلقاهم ثلاثه ريت بار اكزومبل عنده ثلاثه سوايع قريفين قال لي هذم 4 ساعة 4 ساعة 4 ساعة 4 ساعة 4 ساعة 4 ساعة. معناها ريت انت تقرا سنه اولى تلقى روحك قاري برنامج سنه اولى وسنه ثانيه وسنه ثالثه، وهذا يرجع معناها النقص للمعلمين ولا حكي معناها فما اسباب هما يرجعوها لنقص التلامذه. معناها يقول لك انا مثلا ما نعملش نقص المعلمين نقص التلامذه زوز، يقول لك انا ما نجيبش مثلا المعلم وانا ما عنديش برشا تلميذ. دخلت جينيرالمون في المناطق الريفيه عادي مدرسه كامله تلقى فيها 40 تلميذ في المستوى كل سنه اولى سنه سادسه، دونك في نيفو الواحد تلقى 5 تلميذ 7 تلميذ، فهمتني؟ ما ينجمش الكل نيفو مثلا يجيب له يجيب معلم قرا يسكر، فهمتك؟ ويقع عنده مشكل حتى نتاع اللي سال مثلا نعرف ندرس تلقى فيها زوز قاعات زوز قاعات وبير المدير وتواليت اكاهو. حتى انا بليز مو عشت الفازه هذه، كانت عندنا معلمه في السنكيم تقرينا برشا ماتيريت مع بعضهم، ساعات نقراو 8 سوايع في النهار نقراو عند نفس المعلمه في نفس الكلاس. الحق ما عشتهاش في المدرسه، ما عشتها ايتود مش في عشتها ايتود في الكليج وقتها. اما ايتود نجح على الاخر على فكره، معني باش نقول لكم مش حكايه جراف ايتود، وقت اللي يبدا هو مثلا الاخر يقرا باك وحنا معناها تروازيم ولا دوزيام يفيدنا معناها وحنا كيف نفيد اللي قال هيك. اما ذاك ايتو شويس، ما انت اخترت انك تقرا الايتود هذاك تحب تقرا، فهمت؟ مش وحسيت ولا اوبليغاتوار ليتود في الباك. برشا عبيد يقولوا ما نجمش نعدي باك. انت باك شنو يا مين؟ انا باك تكنيك. اوكي باك تكنيك وبعد تعمل سينما. بعد نعمل سينما حلوه الفازه بعد تبعت غرامي. من وقتاش بديتوا تقرا في ليتود شباب؟ انا سانكيم اني ظهر ليتود في الدار مش في المدرسه. أوكي. مش في المدرسه نتاع الخمسه سته واربعه. اوكي وانت رانيا؟ بالنسبه لي تروازيام اني ومضطره زاده خاطر فما سيده ما يعطوكش نوت كان كي تقرا. اكزاكتومون انا في الكوليج قريت نفكرها عام انا به في المات معناها عام ستيم قريت وقت عام ستيم تاعي عام الثوره
قريت ما كنتش نقرا في معناتها وقتها يعدي وكنترول وساندي في هكا دونك في قبل كنترول ما كنتش نقرا ايتود عند بروف المات نوجه له تحيه سيانيس نسيت لقبه نتاعو الحقيقه حتى كان تفكر ما نحبش نقول ما نحبش نجرح فيه خاطر الله غالب هذيك الخبزه مره دونك ما قريتش عنده ايتود جبت 8 قريت عنده ايتود جبت 20 يعني مانيش انا لهالدرجه عملت ايفوليسيون في مستواي كاينك شريت النوت نتاعك معني بلغه اخرى اكزاكتومون ليه انا مستواي نستحق ناخذ حتى كان نستحقش 20 نستحق 18 به انا في المات على الاخر معناها ما عنديش مشكل ما يعطيني 8 خاطر ما نقراش عنده ايتود انا مش هلقى لك تختار ديجا اهلك ما يرضوهيش معناها ويحطوك ايتود اخر نقطة نحب نحكيو عليها اللي هي الحكاية نتاع كيفاش تنجم تدير الوقت نتاعك كيفاش تنجم توفق ما بين لافي اسوسياتيف نتاعك ما بين حتى الهواية نتاعك كيما حكينا على الرياضة وغيره وما بين القراية اللي هي أهم حاجة أمين انا نظن حاجه تعاون على الاخر وبالنسبه لي نعاونتني على الاخر يمكن برشا عباد جربوها لكن ما مشيت معاهم اما ننصح برشا عباد انه ياخذوا الامبلوا نتاعهم تاخذ سي الورقه تعمل تو دو ليست نتاعك حتى بار جور كل نهار معناها دوما تفيق صباح تعمل تو دو ليست نتاعك شنو حاجه لازم تعملهم كل شيء تاخذ الامبلوا نتاع القرايه وتاخذ اوقات الفراغ نتاعك بيان سور ماكش تقرا من 8 ل 5 وتعمل الحاجات اللي تحب تعملهم وابار سا عندك بيان سور الويكاند نتاعك تسبت واحد هذاك تنجم تعرف كيفاش تفرقهم بالكدا بيان سور تصبح راقد خاطر عندك اهم حاجه خمس ايام تفيق بكري وكها تنجم تنظم وقتك رانيا ابار الجدول امين فما حكيت البريوريتي نتاع كل انشطه تعملها فما نشاط عندها اولويه على الاخر دونك دبجلها على اللي باش تعمله من بعده وهذه تعاونك برشا باش تنظم الاوقات يعني هذه فما حاجه اخرى فورماسيون نتاع جيستيون دو طون نجم تعاونهم برشا يعني في انا الحقيقه حكيت لهم بلوان جربتها في التروزيم الباك الحقيقه شخصيا ما نشحتش معايا انا نخدم ميثود اخرى اللي هي نتاع المسؤوليه لازمك تكون مسؤول حتى ما فماش بلوان اللي هو الكونترانت اللي باش يكون بينك وبين روحك تكون مسؤول وقت القرايه قرايه وقت باش تعمل ديزيفينمون ولا اي حاجه اخرى تعملها ولكن حتى كي تكون منظم وكل شيء فما حاجه ذولي تعرفها كطلبه اللي هي غسل التكليب هي البريود الاخرانيه نتاع الريفيزيون هذيك اهم فتره الناس كلها تتكبس فيها والناس كلها تولي تريفز معناها الجمعه جمعتين ديزون الاخرانيين هي اكثر حاجه معناتها اللي تعب الفتره هذيك نظن تنجم تضحي برشا حاجات وتولي تجوز تقرا وبعد وقت اللي تكمل ليزيكزام نتاعك ترجع ليزاكتيفيتي نتاعك والحاجه اللي تحب تعملهم بالضبط. وترجع لهم فاسيل ماما اكزاكتو يعطيكم الصحه شباب مرحبا بينا كل خاطر كنا ضيوف أمين ضيفنا اليوم مرحبا بك أمين ميرسي دونك هذه كانت الحلقة الثالثة في أمور تمنا البودكاست حكينا على العودة الجامعية والعودة المدرسية والفرق ما بيناتهم سنونا في حلقة أخرى مع ضيوف أخرين وفي موضوع آخر إلى اللقاء ميرسي.